ولسنا ممن يرد الحق إذا كان مع خصمه، بل إننا نقبل الحق ولو كان مع الخصم والمخالف. هذه طريقة الإنصاف. لسنا مثل اليهود الذين إذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. فنحن نقبل الحق ولو كان مع خصومنا، لأنه حق. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الحق من اليهودي لما قال له إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشاء محمد. قال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا ما شاء الله وحده. وقال إنكم تقولون والكعبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا ورب الكعبة. فالرسول قبل. ولما جاءه اليهودي وأخبره أنهم يجدون في التوراة إن الله يطوي السماوات بيمينه ويطوي الكائنات على أصابعه سبحانه وتعالى، ضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه سرورا بما قاله هذا الحبر، لأنه وافق ما في القرآن. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فتبسم صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول الحبر وسرورا بالحق. فالحق يقبل ممن جاء به. ولسنا إذا قبلنا الحق الذي مع خصمنا نزكي خصمنا، مثل ما يفهم بعض الناس إذا نقل عن أحد من المخالفين شيئا من الحق يقولون هذا تزكية له. نقول لا، ما هو تزكية، نحن ناخذ الحق ممن جاء به. ولو كنا لا نزكي من قال به، الرسول ما زكى اليهودي لما قبل، ما هو معنى هذا التزكية لليهودي، إنما هو قبول للحق وإنصاف من الحق. ومن آفات المختلفين أن كل واحد يجحد مع ما مع خصمه من الحق، وهذا ليس بالإنصاف. فالمختلفون كل يقبل الحق الذي مع خصمه ويرد ما عنده من المخالفة، هذا هو الإنصاف وهو طريقة الجدل الصحيح. نعم نعم، الحق يقبل من كل من تكلم به حتى ولو كان من الخصوم والمخالفين، لأن هدفنا هو الحق، ما هو هدفنا الانتصار للنفس، تغلب على الخصوم، هدفنا هو الحق. فنقبل الحق ممن جاء به. نعم، وهذه قاعدة عظيمة، لأن بعض المختلفين يرفض ما مع خصمه من الحق، وبعضهم يقول هذه تزكية للمخالف، أنا ما أنقل عنه لئلا يقال أنه زكاه. قل لا، ما هو هذه تزكية، هذه قبول للحق. نعم.